سنة وحضراتكم بخير، كل سنة ومصر بلدنا الحبيبة في خير وفي أمن وفي سلام، كل سنة والأهل والأهلوية دايماً في نجاح، كل سنة وكل جماهير مصر بخير ورمضان كريم. في برنامج رد الجميل كان رمضان كريم قوي علينا السنة دي، أي نجاح فضل من المولى عز وجل. للسنة الثانية على التوالي نجاح برنامج رد الجميل كان بفضل الله عز وجل ثم بفضل حضراتكم. في برنامج رد الجميل دايماً رافعين شعار احترام التاريخ وأصحاب التاريخ، وإن الرياضة دايماً أخلاق، والروح الرياضية هي اللي هتجمع ما بيننا. في برنامج رد الجميل زرنا محافظات كتير علشان نقول لنجوم كبار شكراً من القلب، شكراً على مسيرة رائعة ومشوار مشرف. معانا في رد الجميل نجوم من الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمقاولين والترسانه، من الاولمبي والاتحاد، كان من المنصوره والمحله، وكمان كان معانا من المنيا، وكان معانا بطل اولمبي كبير، بطل صاحب اشهر ميداليه في تاريخ الاولمبياد، كابتن الكبير محمد رشوان. وطبعا زرنا الفيوم علشان نرد الجميل لوالده صاحبي وحبيبي الله يرحمه محمد عبد الوهاب. ولما قررنا نرد الجميل لشخصية خارج الوسط الرياضي ما لقيناش أفضل من شخصية البطل الشهيد الخالد أحمد منسي. وإحنا النهاردة في النادي الأهلي في البيت الكبير، البيت اللي دايماً بيجمع العيلة الرياضية، اللي بيجمع كل رموز ونجوم الرياضة، النهاردة في ختام برنامج رد الجميل، النهاردة في إفطار لكل نجوم وضيوف برنامج رد الجميل في النادي الأهلي، وهيكون في استقبال النجوم الكابتن الكبير محمود الخطيب. تفضلوا معانا علشان نستقبل ضيوفنا ونجومنا في برنامج رد الجميل. فاكر بقى أول مكافأة لما دخلت النادي الأهلي وانت 13 سنة مكافأة في الناشئين؟ كنا بنلعب اظن في المانيا او حاجه، وفي القطر واحنا راجعين انا كان معايا برضك زميل ليا اقدم منا في الجيش، وقاعدين في الاخر لوحدينا كده غلابه فرقه كبيره بقى. فلقينا الله يرحمه عبد البقال ماشي بيطلع فلوس ويدي اللعيبه، احنا طبعا اتسمرنا في الكرسي، طب هنعمل ايه؟ هنقول لا يعني كانت حاجه مفاجاه لينا. فجه ادى كل واحد 50 قرش، قال لك عشان تاخد تاكسي وانت مروح. حلو قوي. يعني دي اول فلوس خدناها. كابتن الكبير الكابتن عزت ابو الروس نجم الاهلي السابق، منور بيتك. اهلا بيك يا اسامه، منور بيتك النادي الاهلي، النور بيكوا كلكم، ربنا يخليك يا كابتن. الله يخليك يا اسامه. اول حاجه عجبتك الحلقه؟ اولا حلقه جميله جدا عشان مبذول فيها مجهود عظيم، لا برضك الاخراج والكلام والحديث وما شاء الله عليك، يعني ربنا يخليك يا كابتن، حضرتك نجم كبير فدي اقل حاجه نقدر نقدمها لك. الله يخليك يا اسامه. قول لي بقى النهارده وفي تجمع كبير النجوم القدامى النهارده، وهتشوف الاهلي والزمالك والاسماعيلي وترسانه ومقاولين واتحاد، كل النجوم دي النهارده في حضور الكابتن محمود الخطيب، رايك في فكره البرنامج وتجمع النجوم الكبار دول؟ اولا فعلا قبل ما اتكلم اقول لازم اشكر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، لان انت عارف كلنا اللي هنكون موجودين النهارده من زمن بعيد كنا تحت الاضواء، ثم خفتت الاضواء وبقينا في المدرجات، فجاه تتفتح الاضاءه ثانيه ونطلع في النور بهذه الفكره الجميله اللي بتجمع الناس وتخليهم يرجعوا تاني بالذاكره للايام الحلوه الجميله اللي كانوا عايشينها. فاعتقد ان دي احسن حاجه اتعملت لينا العواجيز. ربنا يديك الصحه يا كابتن، كل سنه وحضرتك طيب ومنورنا في النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. الله يخليك. اتفضل يا كابتن. الحمد لله نحمدها على كل شيء.
لما بتقعد مع نفسك مين اللي عايز تقول له دلوقتي شكرا؟ انت انسان ابن حلال. انا اقول للكابتن عبد الحميد زاهر مكتشفي ومدربي، كابتن رضا حمد، كابتن احمد شهبور، الناس دي ساهمت في حياتي وانا لعيب، كمل المسيره كابتن حلمي سليمان، كابتن ميمي الشربيني، الله يديله الصحه والستر والعافيه. ونشكرك على العنوان رد الجميل ده، لان احنا بنسجله من ارض نادي المنصوره. هنا الملعب حياتك كلها فيه، ده اللي خيره علينا وده اللي احنا حملنا اسمه وبين وصلنا للنجوميه الكبيره. فواجب علينا ان احنا نرد جميله. معانا النهارده كمان اتنين من نجوم برنامج رد الجميل وكمان نجوم كبار نادي المنصوره وتاريخ نادي المنصوره الكبير، كابتن بدير منور النادي الاهلي. ده نورك يا كابتن اسامه، وكل سنه وانت طيب، وطبعا بنشكركم على الدعوه الكريمه ونتمنى لكم دايما قناه الاهلي التقدم والازدهار ان شاء الله. ليك كلمه حلوه في البرنامج وانت حضرتك بتقول يعني انا عاجبني اسم برنامج رد الجميل، بحييكم على تسميه البرنامج بالاسم ده. طبعا ده لسه حتى كمان احنا جايين في الطريق بنتكلم في الموضوع ده. لان طبعا يعني اسم على مسمى فعلا، يعني لان ده البرنامج ده رد جميل لينا والانديتنا كمان. يعني لينا كتاريخ او انجازات يعني على مستوى الكره المصريه بصفه عامه. وانتم نجوم كبار يا كابتن. الله يخليك. ايضا معانا يعني نجم كبير من نجوم المنصوره كابتن اسامه سطوحي. كابتن سطوحي منور النادي الاهلي. الله يخليك، ده منور باولاده وباعضائه وكل من هو متواجد في النادي الاهلي. قول لي بقى، عجبتك الحلقه بتاعتك؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حاجه جميله. ردود الافعال كانت ردود الافعال عاليه جدا، وقلت حضرتك ان تكريم الانسان في حياته احسن من تكريمه في مماته، لان التكريم هو هيحس بيه. ودي لمسه جميله وظريفه ان النادي الاهلي يكرم نجوم نادي المنصوره في السبعينات ويجمعنا كلنا كنجوم في كل الانديه. النهارده كمان هيكون في حفل افطار كل نجوم برنامج رد الجميل، والكابتن محمود الخطيب كمان النهارده موجود معانا في الافطار. ده لفته جميله جدا طبعا، ويكفي ان كنتوا جمعتونا بحبايبنا بتوع زمان. الذكريات القديمه بقى كلها تسترجع الذكريات القديمه. انتوا منورينا كابتن، كل سنه وانتم طيبين. اتفضلوا بقى معانا. اتفضلوا. اتفضل. كابتن محمد عباس الانجليزي بقى. عباس الانجليزي. منور النادي الاهلي بيتك يا كابتن محمد. ورغم انك ما مش معانا في ضيوف برنامج رد الجميل الجزء الثاني، لكن كنا حريصين ان حضرتك تكون موجود معانا السنه دي في الافطار. الحمد لله، انا جيت برضه عشان اشوف المجموعه، وحشني المجموعه القديمه كلها، اللعبة القديمه كلهم وحشني، فبتبقى فرصه الواحد يجي يشوف حبايبه، يعني هو قاعد معاهم فتره طويله قوي من عمره. قول لي بقى رايك في البرنامج للسنه الثانيه، ما شاء الله نجاح كبير. جميل. وفكرتنا جميل. كمان ان احنا نكرم الرموز والنجوم القدامى. بتابعك انا. جميل. برنامج جميل 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 يعني. ربنا والفكره جميله. ربنا يخليك فيك يا كابتن. جميله والله. كل سنه وحضرتك طيب. اتفضل يا كابتن. اتفضل اتفضل. حضرتك لعبت دولي على مستوى المنتخب، يعني كان ليك شرف التمثيل منتخب مصر، كانت فترة كبيرة برضه. كانت فترة كبيرة من 66 ل 74. مباراة أوغندا لما كانت مع منتخب مصر، لما سافرت أوغندا والنكسة قامت وقتها، حصلت النكسة، رجعتوا إزاي وأنتوا كنتوا برا مصر وعرفتوا الخبر إزاي؟ كانت مباراة صعبة لأن كنا بنلعب في بركة مي. كسبتوا المباراة دي 1-0. كسبنا 1-0. وأنتوا راجعين بقى وعرفتوا بالليل. تاني يوم الصبح سمعنا إن الحرب قامت في مصر، فكانت طبعًا مشكلة. قعدنا يومين في أوغندا، وبعدين بدأ اتصالات الكابتن محمد لطيف طب السودان، قالوا السودان المطارات مقفولة. فقالوا طب تنزلوا بالليل هيفتحوا لكم بس المطار عشان الطائرة تنزل منتخب مصر. وصلنا الخرطوم، قعدنا في الخرطوم حوالي 4 أيام، وبعدين ركبنا من الخرطوم القطر عشان نوصل لمنابع وادي النيل. كابتن محمد أبو العز نجم الترسانة، وانت منور النادي الأهلي النهاردة، بقالك كتير ما دخلتش النادي الاهلي.
لا النادي الاهلي بعتبره بيتي الثاني يا حسام، لان انا اساسا عضو من ايام كابتن صالح سليم. وعلى فكره يعني معلومه كده بقولها، طبعا احنا كنا زمان الناس كلها عارفانا اللي على البيان فبنخش. فجيت داخل مره كان الكابتن صالح موجود، قال لي بيقول لي يا محمد، بيقول لي يا ابو العز انت محمد مش عضو؟ قلت له بس الناس مش متاخرين. راح بقى جايب استماره والله، عمل لي عضويه من غير اعانه انشائيه ومن غير، وبقيت عضو في النادي الاهلي. بقيت عضو في النادي من سنه 76 ما شاء الله. قول لي بقى يعني رايك في برنامج رد الجميل، والنهارده كمان هتشوف النجوم القدامى كلهم هم متجمعين في الافطار في حضور الكابتن محمود الخطيب. لا انا هقول حاجه يا اسامه، الاهلي باستمرار بيبقى سباق للحاجات اللي هي ما بتخطرش على بال حد. رد الجميل ده من البرامج الجميله، بتفكر الناس بالناس دي قد ايه ادت للكوره ومش ما خدتش، لا هي كانت بتحب الكوره والناس كانت بتحبهم، بدليل ان هم لسه الناس فاكرهم لغايه النهارده. والنجوم دول هيفضلوا دايما عايشين في قلوب الناس كلها، منور النادي الاهلي. كل سنه وانت طيب يا كابتن. صحه وسلامه. اتفضل اتفضل يا كابتن. حضرتك ما شاء الله من رموز النادي الاهلي، عصرت جيلين كبار، الجيل الكبير اللي حضرتك يعني تفضلت وقلت اسمائهم، وجيل التلامذة. حضرتك ما شاء الله في مجال الصحافه والاعلام الرياضي فترات طويله. طب ما تقول لنا مبادئ النادي الاهلي، يعني مواقف حصلت للكابتن عصام عبد المنعم شافها وعاصرها وعاشها علشان نقول للاجيال الجايه مبادئ النادي الاهلي. يعني هو مبادئ النادي الاهلي لما تكون مثلا انت ايوه علشان المنافس بتاعك، انا مش هقول مش هقول الاسماء يعني ماشي، لما يكون المنافس بتاعك هيستفيد من ان انت تكسب فرقه مثلا وانت عايز تضره بقى فما تكسبش. نادي الاهلي ما عملش كده، ان انا افوت مباراه علشان اضر المنافس بتاعي ابدا. يعني هي المساله الـ يعني المبادئ اللي قالولنا عليها زمان احنا ما عصرناهوش، مبادئ مختار التتش ايوه. يعني هي مساله انه الرياضه بتسمو بالاخلاق فعلا. بطولة افريقيا ودي كانت اول سنه بقى سافر افريقيا، وفي سفر والسفر مش سهل، صعبة جدا. وبعدين احنا على طول ترانزيت في اديس ابابا من 15 20 ساعه لما نوصل البلد. احنا مواقف ايه بقى؟ مواقف فظيعه جدا طبعا. ما عرفتش، في لعيبه من عندنا تاهوا في نيروبي، نزلوا يتمشوا ما لقيناهمش، وقعدنا ندور عليهم. طبعا ما هناك بيتكلموا انجليزي في نيروبي، وللاسف الاثنين اللي مش موجودين ما بيعرفوش انجليزي ولا عرب. عدنا اللفه عدنا لغايه الفجر لحد ما لقيناها. نتكلم والساعه التاريخيه بقى بتاعت المحله بترن دلوقتي واحنا ورانا كمان الاربع اولى بتوع المحله. لما كانت الفرق في دوري 72 93 تيجي تلعبكم هنا تسمع صوت الساعه وتشوف الاولل، هو في الماتشات ما كانتش بتسمع لان كان في الملعب ده بياخد أيوة رسمي 25000 متفرج، ما كانش في مكان لقدم وقت الماتشات يعدي ال 40. فجاه كده المحله بطل الدوري، لا ده حلم ما كانش حد يحلم بيه. يعني اول حاجه سبب تتويجكم بالدوري 72 73 جمهور المحله اللي طبعًا كان بيملى الاستاد هنا. طبعا طبعا معانا النهارده طبعا اتنين مشرفينا في النادي الاهلي، نجوم المحله الكبار الكابتن حنفي وكابتن عبد الستار، منورينا في النادي الاهلي. الله يخليك يا كابتن. الله يخليك. ربنا يخليك يا كابتن اسامه. قول لي يا كابتن حنفي بقى الحلقه بتاعتك عجبتك؟ انت اللي عجبتني. جميله والله. ممتازه جدا، اخراج وانت كله تمام الحمد لله. الله يخليك كابتن عبد الستار. يعني قول لي بقى النهارده التجمع الكبير وكل نجوم الانديه، اهلي وزمالك ومحله ومنصوره واسماعيلي، شايف التجمع الحلو ده ازاي خاصه كمان في النادي الاهلي؟ والله يا كابتن اسامه بامانه واحنا صايمين يعني حلم من احلامي الخاصه ان ازاي نجمع الاجيال بتاعتنا القديمه ونقعد مع بعض، جيل الستينات اللي قبلنا وجيل السبعينات بتاعنا. ده حاجه، واحنا بنتكلم معظمنا بنتكلم بالتليفونات. يمكن اللي عنده بس ظروف صحيه، اللي عنده كذا، اللي عنده التليفون هو الوحيد، الصله الوحيد، لكن بنتقابل مع بعض كلنا في ظروف معينه،
مع كابتن بدير منصورة، مع كابتن سطوحي، مع حبايبنا وجيراننا وقريبين مننا. يعني النهارده كابتن حنفي برضو موجود، الكابتن محمود الخطيب هيكون في استقبال الناس كلها النهارده. طبعا ده طبعا ده كابتن محمود الخطيب ده الاسطوره بتاع جيلنا والاجيال كلها، وبعدين شخص يعني لكل المصريين، يعني مش للنادي الاهلي بس. كل سنه وانتم طيبين. اتفضلوا 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 مين كان اقرب واحد ليك من لعيبه الاهلي؟ طبعا بحكم وجودنا في المنتخب كان اقرب واحد ليا الكابتن محمود الخطيب. ان احنا انت عارف في المنتخب بينوموا ايه المهاجمين مع بعض، ووسط خط الوسط مع بعض، وخط الدفاع مع بعض، والحراس طبعا دولت ليهم وضع خاص مع بعض. كنا بنتكلم بقى على المباريات والاهداف وازاي سجلنا الاهداف دي، فكان يعني انا كنت محظوظ بصراحه. كابتن علي خليل نجم الزمالك الكبير، اولا انت منور النادي الاهلي. ربنا يخليك، انا سعيد جدا بوجودي في النادي الاهلي. طبعا اخر مره دخلت النادي الاهلي كان امتى؟ انا دخلت النادي الاهلي مرتين في حياتي، ودي ثالث مره. ثالث مره. اول مره دخلت حضرت ماتش كان النادي الاهلي بيلعب فرقه تقريبا اجنبيه في الملعب دوه، ملعب تيتش، ملعب مختار التيتش، هنروحه بعد شويه دلوقتي. واللي لفت نظر قوي كان في لعيب بقى بيلعب ناحيه اليمين اسمه كابتن ابراهيم عبد الصمد. لعيب ده كان بيعمل حركه فضل يعملها في اللعيب المدافع اللي قدامه جه 20 مره يعدي منه. اخر ما زي المدافع راح ضربه وطلعه بره الملعب هو والكوره. تاني مره في ربنا يخليك، تاني مره جينا لعبت مع معهد التعاون. كنت هناك بدرس هناك طبعا، ولعبنا ضد النادي الاهلي، ولكن الشيء الجميل ان جمهور الاهلي استقبلني استقبال عظيم بصراحه، شجعوني تشجيع. وطول عمر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ناس ملتزمه وناس محترمه. انت محبوب من كل جماهير مصر. ربنا يخليك. قول لي بقى الحلقه عجبتك؟ الحلقه جميله جدا طبعا. انت عشان نجم كبير جميل كتير. الحمد لله، حتى كتير من الناس كلموني على الحلقه ومبسوطين بيها قوي. طب الحمد لله. الحمد لله. النهارده بقى في تجمع كبير، النجوم القدامى كلها من كل الانديه موجودين النهارده في حضور الكابتن محمود الخطيب بقى. كان ليك كلمة في البرنامج، انت بتقول كابتن محمود الخطيب كان حبيبي وصاحبي، وكنا على طول بنقعد مع بعض في الأوضة في المعسكر بتاع المنتخب. كابتن محمود الخطيب اول ما جه حضر المنتخب كانوا عاملين معسكر في المحلة، والكابتن جندي كان هو المدرب، وجاب الكابتن محمود الخطيب اتمرن معانا، وبعد كده جينا نلعب اول مباراة. كانت في يعني حاجة جميلة قوي حصلت. كابتن محمود الخطيب كان بيلبس نمرة 10 وانا بلبس رقم 10، فحسيت ان ايه يعني هو عاوز يلبس 10، فتنزلت له عن الفانيلا وانا لبست رقم 20. فكانت يعني حاجة جميلة يوميها. يعني قول لي بقى النهارده والتجمع كل الأندية، شايف حضرتك التجمع بتاع الأندية كلها ازاي النهارده برضه؟ طبعا في ناس اللي هم المدربين اللي كانوا لعيبه معانا زمان دلوقتي بقوا مدربين، وفي ناس بطلوا طبعا الشغل. فانا سعيد جدا ان انا شفت الناس دي اللي هي فتره كبيره ما شفتهمش، فكان موقف كان جميل جدا طبعا. وانت منورنا كابتن. ربنا يخليك. اتفضل يا كابتن. كابتن مصطفى رياض نجم الترسانة وهداف مصر التاريخي، منور النادي الأهلي. ربنا يخليك، النادي الأهلي منور باللي فيه. السنة الثانية على التوالي حريصين إن كابتن مصطفى رياض نجم الترسانة يكون معانا في إفطار برنامج رد الجميل. وأنا كنت بستنظر المكالمة وجات المكالمة. ده احنا اللي اسعد والله بحضورك يا كابتن حبيبي محمود الخطيب. النهارده هيكون موجود معانا على الفطار النهارده. قبل حاجة تفرحني. هتشوف النهارده نجوم بقى من الاهلي والزمالك والترسانه والاسماعيلي والاتحاد. شايف التجمع الحلو ده ازاي؟ في النادي الاهلي كمان يا ريت تحصل كل سنه. تحصل ان شاء الله يعني كل سنه، وربنا يدينا طول العمر. انما دي حاجه ما شفتهاش قبل كده، والنادي الاهلي هو صاحب الفكر الحلو ده، وان هو بيجمع منتخب مصر فعلا من الاتحاد ومن الاسماعيلي ومن الترسانه ومن الزمالك ومن كله. يعني منورنا يا كابتن. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. اتفضل يا كابتن. اتفضل اتفضل اتفضل.
اول ما كنت انزل فعلا كان ابص المدرجات كلها طبعا كان يقولوا سيحه عمده حازم رومي يونس بس لما يجي حمدي نوح بقى يتقال ايه حمدي يا حمدي يا ابو العيون السود يا حمدي حمدي يا حمدي يا ابو العيون السود يا حمدي انت كده خليتني بقى تبع الفنانين ولا ايه الاغنيه دي قلبت مصر كلها لا انا مبسوط نوح صوته حلو قوي ما شاء الله لا صوته حلو ازاي جميل في من نور من عمر الشريف طبعا لا انا بس انا كنت مبسوط بوجودك ووجود قناه النادي الاهلي طبعا والتكريم في حد ذاته حاجة يعني وفاء فكنت مبسوط جدا في الحلقة وعشان كده اتكلمت مع حضرتك طبيعي لأنك لعيب كرة برضو هداف زينا وكده انت نجم كبير يا كابتن منور النادي الأهلي شوف آيات النصر في كل العهود شوف وسجل بيها أمجاد الخلود انت دايما انت دايما انت دايما في الأمام والتسقيفة الخمسة بتاعتنا بتاعت النادي الأهلي كابتن رفعت رجب حسنين الشهير بريعه نور بيتك النادي الأهلي الله يخليك ده نوركو كده وأنا سعيد جدا جدا جاي النهاردة أنا سايب والله حفل عائلي فيه 70-80 فرد بس جاي بيتك النادي الأهلي فقلت أجي لا الأول عشان ما حدش يزعل ده بيتي ده ما أنا قلت كده في الحلقة كمان عجبتك الحلقة؟ والله أنا يعني ردود الأفعال كانت إيه؟ كل الناس بتكلمني يعني يعني منبهرة من الحمد لله من شكل الحلقة ومشيقة جدا معلومات غزيرة حاجات موثقة كتير يا كابتن أسامة فبشكركم كلكم يعني جهد كبير جدا وبشكر اصلا النادي الاهلي على هذا البرنامج الفريد في مصر اللي بيرجع الروح الرياضيه وينبز العنف وينبز التعصب وعشان الناس بقى مصر تبقى ايد واحده مصر دي ام الدنيا هتبقى قد الدنيا ان شاء الله واحنا اللي بنشكرك ومنور بيتك النادي الاهلي كل سنه وحضرتك طيب طيب حبيبي طيب. عايز نسترجع مشوار بطولة الدوري لا سليمان عزت والمدرب وبدأ احنا كنا التسعين كنا يعني في الدوري الدورة الأولانية قبل ماتشين الأهلي والزمالك كنا ترتيبنا التاسع لعبنا الأهلي كسبناه لعبنا الزمالك كسبناه الدورة الثانية كلها كسبناه ده في سنة 66 لما خدتوا الدوري يعني كسبتوا الأهلي رايح جاي رايح جاي الزمالك رايح جاي رايح جاي الزمالك رايح جاي رايح جاي وكمان الزمالك كسبناهم في كأس مصر 4 كابتن جوهري برضو في ظل وجود نجوم الأهلي والزمالك لكن دايما عينيه على لعبت الاقاليم لما يجيب هشام عبد الرسول من المنيا اللي رشحه له كابتن محمود الخطيب لما يجيب واحد من نجوم الاولمبي وقتها احمد الكاس نجم كبير طبعا عايز اعرف برضو المعامله انتوا النهارده من انديه الاقاليم وداخلين على نجوم اهلي وزمالك ده انا اقول لك مفاجاه ده ماتش ملاوي ده لعب بكام واحد من الاقاليم كابتن الجوهري فرق معاه او مسته ان هو لعيب كوره خلي بالك يعني رقم واحد لعيب كوره كويس جدا كان مهاجم هايل هو حكالي وبطل بدري برضو زي حالاتي بطل 25 سنه انما كان تدريبه النادي الاهلي لعب ضد المنيا لعب المنيا لعب المقاولين لعب الاسماعيلي لعب المحله لعب الاتحاد ضرب الاهلي كام سنه وخد معاه بطوله افريقيا فعارف لعيبه مصر كلها من خلال توليه مسؤوليه النادي الاهلي كابتن هشام عبد الرسول نجم المنيا ومنتخب مصر السابق منور النادي الاهلي انا سعيد جدا النادي الاهلي يعني حاجه جميله بتفتح النفس طول عمره باستقباله بناسه ببطولاته بتاريخه بشكركم جدا على الفرصه العظيمه ديت يا وسام قول لي بقى رايك في برنامج رد الجميل لما اتذاع وتجمع بقى كل النجوم من كل الانديه في الحقيقه مفاجاه كبيره جدا وحاجه مش انا بعتبرها يعني مبادره
من النادي الأهلي والقائمين على وقناة النادي الأهلي وأسرة البرنامج كلها، وما فيش شك أن أنا شخصيا على مستوى شخصي بتابع الحلقات بتاعته، وببقى سعيد جدا بالنجوم والناس الكرويين والاجتماعيين ومن مجالات مختلفة أنكم بتدوهم فعلا نظرة اهتمام لأنهم كانوا يستحقوا النظرة دي يعني. طب قول لي بقى اخر مره دخلت فيها النادي الاهلي، خاصه النهارده واحنا موجودين النهارده في الفطار، موجود معانا الكابتن محمود الخطيب كمان نجمنا طبعا، وكابتن الخطيب تاريخ كبير جدا ونموذج مشرف لكل رياضي ولاعب كره قدم خاصه، والاداره كمان بهنيه على كل اللي انا شايفه جديد ده في النادي الاهلي وعلى بطولاتهم، وان شاء الله مزيد من البطولات والتجديد، وبشكره جدا على الدعوه الكريمه دي اللي انا بيها في النادي الاهلي اللي وحشني جدا واللي تقريبا نادي لي 12 سنة بعد 12 سنة بدخل النادي الأهلي يعني. شوف النهاردة ومنور في النادي الأهلي، كل سنة وانت طيب. شكر جدا، كل سنة وانت طيبين. اتفضل يا كابتن أسامة، بشكرك جدا جدا. اتفضل يا كابتن. لقيت الكابتن الله يرحمه الكابتن محسن شعات بيقول لي ده يا مصر اترمى. اترمى؟ اترمى ازاي؟ قال لي اترمى. فروحت على المينيتور في الحمام صاب يعني لقيت ركبته طبعا بيزق، كان بيلعب مع كولومبو اللي هو اللاعب الفرنساوي لما يعني ربع نقطه حاجه خفيفه يعني لكن يا مصر بعد كده كسب، فلقيت بقى انه مصاب. وبعد كده انا رحنا بعد ما خلصت رحنا احنا بنسخن في صاله وفي عليها بساط يعني، فلقيته بقى جاي بيزق وكمية بقى اسمه ده تلج وأدوية وبتاع. كانت إصابة عنده في رجله اليمين في ركبته، قطع في الرباط الداخلي. قطع الرباط يعني إصابة قوية يعني ما يقدرش أصلا ممكن يلعب المباراة من الأساس. أنا شفت المنظر ده مش عايز أقول لك والله كابتن أسامة أنا جالي إحباط لأن أنا عايز أشتغل عايز ألعب، طب أنا هلعب معاه إزاي بالطريقة دي والراجل ده بالنسبة لي هيرو، عارف انت جواك بقى في صراع انك انت تلعب او ما تلعبش، هتلعب على رجله او ما تلعبش على رجله، ده كلها صراعات داخليه وانا مش قادر اعمل حاجه، لكن في الاخر يعني زي ما تقول ايه ربنا زي ما قلت هو ايه انت مصير مش مخير. خلي بالك ده رساله حضرتك بتقول كلام مهم جدا علشان الشباب اللي بيسمعنا دلوقتي، حضرتك بتدي درس في الاخلاق اخلاق الرياضه. وقررت ان انا ما العبش مع رجله المصابه ليه؟ لان الراجل ده بالنسبه لي الهيرو وده بالنسبه لي المثل الاعلى، فانا ما ينفعش اهين المثل الاعلى بتاعي، ما ينفعش ان انا العب عليه والعب على رجله، خصوصا لو انا الحركات بتاعتي هي نفسها اللي لازم العب على رجله دي عشان اكسب. كابتن محمود حسن نجم الترسانه الكبير، برغم ان احنا ما سجلناش مع حضرتك في برنامج رد الجميل لكن كنا حريصين تكون موجود معانا النهارده في الافطار، ويعني ده حرص من الكابتن محمود الخطيب كمان. لا الف شكر كابتن، وانت عارف الكابتن محمود ده زميل عمر وراجل محترم وكبير يعني مش منور النادي الاهلي يا كابتن. لا خليك بقى شايف التجمع النهارده بقى هتشوف نجوم من الاهلي والزمالك والترسانه والاسماعيلي والمقاولين، كل النجوم الكبار دول هتشوفهم في النادي الاهلي النهارده، شايف التجمع ده ازاي؟ لا دي لفته جميله جدا، ودي دي 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 ده اصل النادي الاهلي. النادي الاهلي اصلا يعني من ايام الكابتن صالح سليم ليه سياسه ماشي عليها، ما حدش بيجي كده ولا كده. وبعدين نادي الترسانه ده طبعا مؤسسه يعني كبيره طلعت كبيرة نجوم كبار لمنتخب مصر، مؤسسه كبيره وانت منورنا يا كابتن في النادي الاهلي وكل سنه وحضرتك طيب. اتفضل يا كابتن. كابتن الخطيب وانت بتقول لي هقول بقى حكايه كابتن محمود الخطيب علشان يدخل الثانويه الرياضيه، عشان يخش الثانويه طبعا ما كنتش اعرفه ولا هو يعرفني، فجاي في الاختبارات في الثانويه الرياضيه بنختبر اللعيبه، كل واحد بيجي عاملين دوائر كده، كل واحد بنقول له احتفظ بالكره في الهواء، اختبارات يعني وكل ما تقع الكره تروح تجيبها ونعد في الدقيقه انت نطقت كم مره عشان يبقى كل لاعب مقتنع هو اشتغل صح ولا اشتغل غلط بتاعه. فده كان اول اختبار لقيت عملناها له، هو ما نزلش الكره من فوق دماغه وكتافه
انا قلت ايه ده؟ قاعد فوق على كتافه دقيقة وعمل وكل الباقيين بقى اللي طاق منه مرة هنا وطاق مرة هنا مع انه عنده وش رجله وفخده وصدره وكده هو على دماغه صدره عالية. قلت له طب تعالى اقعد هنا. هما بيطلعوا أربعة أربعة. وكنت أول مرة تقابل الكابتن محمود الخطيب؟ أول مرة أعرفه ما أعرفوش. قلت له اقعد هنا. عشان كده هي الموهبة هي اللي بتقول. منور يا كابتن فتحي بيتك النادي الأهلي. كل سنة وأنت طيب وأنت منور ومنور البيت ومنور الأهلي والأهلي دايما منور على طول. قول لي عجبك بقى فكرة برنامج رد الجميل؟ طبعا أنا اتفرجت على كل الحلقات ورد فيه مش أنا يمكن أكون أنا يعني شهادتي مجروحة ناس كتير قوي لأنها توقيتها حلو. لا في مسلسلات ولا في حاجه ولا توابع ولا برامج يعني. فانت بتاخدها في الناس تتسلى وتطلع على الفطار على طول. دلوقتي في مفاجات حلوه دلوقتي هتشوف النجوم برضو معانا موجودين دلوقتي على الفطار. شايف بقى النادي الاهلي وهو بيجمع كل النجوم دي اهلي وزمالك واسماعيلي وترسانة ومقاولين في النادي الاهلي ما هو نجاح برنامجك يا اسامه من ان انت شكلت انت لميت كل برامج اللي مفروض البرامج الرياضيه كلها حطيتها في برنامجك ازاي ان جمعت كل المصريين كل المصريين كل الانديه فانت جمعت كل النماذج الحلوه المشرفه والعلامات المميزه واجيال مختلفه يعني ما جبتش جيل واحد انت يعني تفننت في الاجيال يعني لميت المحافظات يعني حاجه مشرفه وربنا يوفقك كل سنه وانت طيب يا كابتن اتفضل يا كابتن اتفضل كابتن جمال عبد العظيم منور بيتك النادي الاهلي ده انت اللي منورنا يا كابتن السنه اللي فاتت كان عندك ظروف ما حضرتش معانا افطار برنامج رد الجميل السنه دي كنا حريصين انك تكون موجود معانا في السنه الثانيه احنا اللي بنشكرك وكل سنه وانت طيب يا كابتن اتفضل يا كابتن جمال الروح الرياضيه واحنا بنتكلم عن الروح الرياضيه النهارده ودي حلقتنا يعني من الحلقات الحلوه مع نجم كبير من نجوم نادي الزمالك لما مجله الاهلي تختار الكابتن هشام يكن يعني نجم الشهر او لاعب الشهر وتنزل ضمن التشكيله الاساسيه في مجله الاهلي وخصوصا انك انت بتنافس نادي الاهلي يعني ازاي انك انت قدرت تكسب حب جماهير الناديين الاهلي والزمالك النادي الاهلي والزمالك يعني انت النهارده انك انت مثلا تيجي تبص تلاقي الاختيارات لما تيجي بتتم معظم الجماهير اللي بتتفاعل مع المجله في الوقت ده كان جماهير الاهلي مش جماهير الزمالك كابتن هشام يكن نجم الزمالك الكبير ونجم منتخب مصر منور النادي الاهلي انا سعيد طبعا جدا ان انا موجود طبعا في النادي الاهلي وطبعا يعني يعني انا حسيت اجيت قبل كده كتير يعني قلت لي كنت مرنته هنا في ملعب نادي الزمالك تقريبا وطبعا كان في وبعد كده انا عايز اقول لك ان الكابتن كان داخل 51 هنا طبعا كان هنا من نجوم النادي الاهلي الكابتن كان حسين يعني هو كان الكابتن زكي الله يرحمه برضه زكي عثمان وعندي الحاجات المستندات دي كنت لسه بتابعها اليومين اللي فاتوا طبعا يعني طبعا نادي الاهلي ونادي الزمالك ناديين كبار وليهم جماهيريتهم وليهم حبهم للناس وليهم حاجات كتير قوي يعني احنا بنبقى سعداء ان الروح الحلوه اللي موجوده طبعا ده الاساس طبعا انا شايف ان طبعا الاستقبال جميل جدا وطبعا يعني حاجه نفخر بيها يعني احنا طب قول لي الاول عجبتك الحلقه بتاعتك جميله كان ردود الافعال ايه بقى قول لا 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 الناس كلها كانت بصراحه كانت سعيده جدا بالحلقه شافت فيها حاجات كتير جدا ده علشان عايزين نرفع دايما الـ لازم يفهموا ان احنا نعم الروح الرياضيه واكسب واخسر واكسب واخسر يعني يعني الواحد بصراحه انا النهارده مثلا من الناس اللي كنت بلعب بقوه مثلا قدام ماتشات الاهلي والزمالك ومع ذلك التكريم الجميل اللي عمله طبعا النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب طبعا وحضراتكم طبعا دي حاجه الواحد بيفتخر بيها ان انا قدرت اسيب بصمه جميله جدا عند جماهير النادي الاهلي نفسها يعني مع اني كنت يعني لاعب بيقولوا عليا شرس شويه لكن في الملعب بعد المباراه لا كل حاجه اصحاب وحبايب انا كان اصحابي اللي كنت على طول بخرج معاهم زكريا وعلاء ميهوب وحسام حسن وابراهيم يعني طب قول لي التجمع بقى النهارده
مش اهلي بس، ده اهلي والزمالك واسماعيلي ومقاولين وترسانه وكل انديه مصر. شاف التجمع النهارده ازاي في النادي الاهلي؟ لا ده حاجه، اولا ده تكريم للرياضه عامه. النادي الاهلي نادي كبير جدا، ونادي طبعا من الانديه العظيمه اللي موجوده على المستوى الكره الافريقيه والمصر. وطبعا عشان برضو ما نقولش ما بقاش فيه حساسيه، ونادي الزمالك نفس الموضوع. يعني الانديه الكبيره دي لما بتكرم حد والنجوم كبار بتبقى ليها صدى كبير جدا عند الناس. طبعاً احنا سعداء ان طبعا التجربه دي تبقى موجوده هنا وموجوده الناحيه الثانيه برضو، يبقى في استضافه، لان هي دي الروح المكسب وده اللي هيدوم في الاخر. ده اللي هيدوم في النادي الاهلي والحب. الله يخليك. طيب اتفضل يا كابتن. اتفضل بس هو رغبته الاهلي، الاهلي رقم واحد عنده. الاهلي كان موته في الاهلي، وهو طلبها ونالها. قال انا اموت في نجله الاهلي، وهو مات على نجله الاهلي. هو مات واحنا في التمرين وهو معانا، بس قبل الوفاه برضو بكام يوم كتب ورقه كده وعلقها لنا في اوضه اللبس. ورقه كتب فيها: لا تبكي نفسي على شيء قد ذهبت، ونفسي التي تملك كل شيء ذاهبة. تحس ان هو حاسس ان بعد كام يوم يعني ربنا هيتوفاه. كل افعاله، كل حبه للناس، كل الكلام اللي كان بيقوله لنا بيدل ان في حاجه هتحصل لمحمد بعد كام يوم. عشان كده كان عايز يسيب يعني اثر طيب في نفوسنا من ناحيته. والده حبيبي وصاحبي واخويا محمد عبد الوهاب الله يرحمه منوره النادي الاهلي. تعيش يا كابتن، ربنا يخليك. قولي لي بقى، شفت الحلقة وعجبتك؟ أيوه. افتكرت الأيام الحلوة والذكريات الحلوة في الحلقة؟ افتكرت، أيوة، وكانت ممتازة. وكنت منورها أنت قوي والله. ده أنت الحقيقة منورة الدنيا كلها والله. قلتي كلمة في الحلقة: محمد كانت روحه في النادي الأهلي لما مات جوه النادي الأهلي. يعني كلمة كانت مأثرة في الناس كلها لما أنت قلت الكلمة دي. ما هو صحيح، كان روحه بيتمنى تراب النادي الاهلي، وكان دايما يقول انا اموت في نجله النادي الاهلي، لما مات على نجله النادي الاهلي. النهارده في الفطار بقى وانت مشرفانا، كابتن محمود الخطيب هيكون موجود النهارده في الفطار، وكان حريص انك تكوني موجوده النهارده. والله ربنا يخليه يا رب، ودايما على طول، ودايما النادي الاهلي بيتنا الكبير، ويخلي الكابتن على طول، ودايما من نجاح لنجاح ان شاء الله. ان شاء الله. محمود بقى اخو محمد الله يرحمه، قول لي بقى، شفت الحلقه وعجبتك؟ طبعا شفتها جدا. كانت حلقه كويسه جدا. بالك فتره ما جيتش النادي الاهلي انت، صح؟ اخر مره ساعه التكريم بتاع العشرة كنت مشرف ومنور. النهارده بقى هتكون موجود، وفي نجوم القدامى بتوع برنامج رد الجميل. انت شفت الاول برنامج رد الجميل؟ تابعته؟ بتابعه. بشوف. عجبك؟ جدا يا كابتن. والحمد لله احنا ابتدينا حلقاتنا بالعظيم محمد عبد الوهاب الله يرحمه. كل سنه وانتم طيبين ومشرفينا في النادي الاهلي. تعيش يا كابتن، ربنا يخليكم يا رب. اتفضلوا. ودايما على طول عقبال كل سنه. وانتم طيبين. اتفضلوا. بعد المشوار الطويل للدكتور حسن مصطفى، المشوار اللي ابتدى من السيدة زينب، ثم مدرب، ثم حكم، ثم لاعب، ثم رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ثم رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ما شاء الله 6 دورات متتالية أكتر من 20 سنة. من النهاردة كابتن حسن مصطفى وهو قاعد عايز يقول له شكرا، كان صاحب فضل على الدكتور حسن مصطفى. أنا طبعا يعني في قناة النادي الأهلي لازم أقول شكرا للنادي الأهلي، وشكرا كل ما القيادات النادي الاهلي اللي هي بتساعدنا في ان احنا نكون صح. ممكن النهارده دكتور حسن مصطفى وما شاء الله عند حاجه 5 لغات، ممكن تقول لنا شكرا للنادي الاهلي بال5 لغات؟ طبعا شكرا بالعربي. طبعا شكرا بالعربي معروفه. وبعدين ميرسي بالفرنساوي. وبعدين دانكشين بالالماني. واخد الحركة ازاي؟ فهم طبعا اللغات اللي احنا بنتكلمها. فاللي انا عايز أأكد عليه ان احنا النادي الاهلي فعلا مؤسسة كبيرة، مؤسسة عظيمة.
دكتور حسن مصطفى منور بيتك النادي الاهلي. اسامه متشكرين يا حبيبي، ربنا يخليك، الف الف شكر، كل سنه حضرتك طيب وحياك طيب. قول لي بقى، يعني عايز اسمع رايك النهارده في التجمع اللي هيكون كل الانديه موجوده النهارده، مش اهلي بس، ده اهلي وزمالك واسماعيلي وترسانه. دي حاجه طبعا مش جديده على النادي الاهلي ان هو بيحتضن الناس كلها، لان النادي الاهلي يعني ده معقد من معاقل الرياضه على مستوى العالم كله، مش على مستوى مصر فقط. ومن هذا المنطلق يعني مش جديد على النادي الاهلي، وخصوصا في الايام الحلوه اللي احنا فيها دي، ايام رمضان، ربنا يعود علينا. حضرتك انت اللي منورنا والله في النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن اسامه، وكل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. ربنا انت طيب يا كابتن اسامه. اتفضل اتفضل يا دكتور اتفضل. كابتن حسن شحاته نجم الزمالك ونجم منتخب مصر منور في النادي الاهلي. الله يخليك كابتن اسامه، منوره بيكم وباعضاء مجلس الاداره واعضاء العاملين في 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 النادي الاهلي. وده طبعا كويس ان احنا جايين في رمضان ونتقابل في رمضان، لان طبعا هيبقى حاجه جميله في شهر كريم، فربنا ان شاء الله يا رب يكرمنا جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي بقى، بقالك كام سنه ما دخلتش النادي الاهلي؟ من ساعه ما كنت في المنتخب، يعني من 2010 2011 يعني ما دخلش النادي الاهلي، لان احنا كنا طبعا كنت على طول بتيجي وحضرتك ماسك طبعا مدير فني منتخب مصر. بالظبط كده، زيارات متكرره، باجي دايما قبل اللعيبه والكلام ده كله. بس من بعد ما سبت المنتخب خلاص، يعني تعتبر مش انقطعت علاقتي بالنادي الاهلي، لا، علاقتي موجوده بالنادي الاهلي، واحنا النهارده موجودين طبعا. انت منورنا على افطار الشهر الكريم ان شاء الله. كابتن حسن وكابتن محمود الخطيب، لقطه شهيره، ماتش اهلي وزمالك وهم بياخدوا الاثنين ايد بعض وبيروحوا للجماهير، جمهور الزمالك وجمهور الاهلي، لقطه بتفضل في اذهان الجماهير المصريه. يا ريت الجماهير تفضل فاكره المنظر ده، على اساس يعرفوا ايه العلاقه اللي بين لاعيب الاهلي ولاعيب الزمالك، وعلاقه قائمه ودائما ابدا، يعني علاقة طيبة جدا ما بين الكابتن حسن شحاتة وكابتن محمود الخطيب. وهو مصطفى عبده ومصطفى يونس ومجموعة كبيرة جدا، ولسه مقابل طاهر الشيخ لما كنت في نادي الجزيرة، فعملية يعني كلها الحمد لله رب العالمين. العلاقة الحمد لله كويسة معايا بشكل كبير جدا جدا، وانا علاقتي كويسة جدا جدا مع اغلب لعيبة النادي الاهلي طبعا، بقيادة اللعيب الكبير قوي محمود الخطيب. شايف النهارده، واحنا النهارده عندنا افطار جماعي في النادي الاهلي بنجوم كل الانديه، كويس. اهلي، زمالك، اسماعيلي، ترسانه، مقاولين، محله، منصوره، المنيا، هتلاقي تجمع جميل كبير النهارده. طبعا على راس القائمه حضور الكابتن حسن شحاته وكابتن محمود الخطيب النهارده. ربنا يخليك يا كابتن اسامه. وطبعا هو دي مش حاجه جديده على النادي الاهلي، او مش حاجه جديده على انديتنا كلها، عين. يعني في الشهر الكريم ده بالذات، يعني في الشهر الكريم ده كده بيضم اغلب لاعبي الانديه في مصر، واللي لهم علاقات من الستينات والسبعينات مرورا بالايام دي كلها. ربنا يا رب يديك الصحه طول العمر، والايام الحلوه دي ترجع تاني ان شاء الله. يا رب يا سامي، يا ريت، يا ريت ان شاء الله.
الكابتن الخطيب بيتقدم لحسن شحاتة، روح رياضية حقة. الخطيب نجم مصر بياخد حسن شحاتة نجم مصر وبيتقدم لجمهور النادي الأهلي وبيتجه سويا إلى جمهور نادي الزمالك. دي الروح الرياضية اللي احنا عاوزينها تسود ملاعبنا عشان نسعد بأبطالنا ونسعد بمثل هذه اللقاءات الكبيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقه يمكن النهارده من الايام السعيده جدا بالنسبه لنا احنا كنادي الاهلي الحقيقه، ان احنا نشوف القامات الكبيره دي في كل المجالات مش بس الكوره يعني موجوده جوه النادي الاهلي. احنا يعني بنشكركم جدا على حضوركم، وكل سنه وانتم طيبين، ويا ريت الناس تفهم معنى الرياضه وتفهم معنى الروح الطيبه. يا ريت الناس تفهم كده، علشان ده المفروض ان احنا كلنا بندي رساله لكل الرياضيين، المفروض ازاي نتالف وازاي نكون قريبين من بعض لصالح الرياضه المصريه بشكل عام. كل سنه وانتم طيبين، رمضان مبارك علينا جميعا باذن الله. طبعا بيحضرنا هنا الحاجه والده لاعبنا محمد عبد الوهاب، بتدي مثل كبير جدا للعالم كله ازاي يكون صبوره، وازاي كل احفادها الموجودين دول يعني تربيهم صح، وازاي باذن الله يكونوا خلف ان شاء الله لمحمد عبد الوهاب باذن الله. شكرا يا استاذ، ربنا يكرمك. تاني نشكركم، ويا ريت بس ان احنا ناخد صوره جماعيه مع بعض هنا مع كلنا يعني. فرحتنا كتير مهما عملنا.